مرة في بغداد استقطب مركز الفني للسلام الشباب وبكافة شرائحهم لإفراغ طاقاتهم السلبية وتخليصهم من الكبت المجتمعي الذي يعانون منه بالتعبير عن مواهبهم وتنمية طاقتهم الحيوية الإيجابية وعلاجهم بالموسيقى من خلال العزف على مختلف الآلات والاستماع والحوار المتبادل فيما بينهم. الموسيقى هي واحدة من أهم الأدوات ومن أهم الطرائق التي نستطيع بها أن نتغلب على أنفسنا وعلى مشاكل إذا كان عندنا مشاكل، وفي نفس الوقت نتغلب على الأمور اللي ممكن تسبب حالات تقاطع فكري ومجتمعي وحتى ثقافي بين الثقافات المتباينة أو في المجتمع نفسه. الشباب أكدوا أن تواجدهم في مركز الفني للسلام هي فرصة جيدة لهم للتعبير عن مواهبهم من خلال الموسيقى وطرد الأفكار السلبية التي أصبحت تعصف بكل جوانب الحياة المدنية، خصوصا وأن الموسيقى هي لغة السلام حسب وصفهم. الموسيقى أول شيء أنه احنا مفهومنا بالموسيقى، الموسيقى حب قبل كل شيء، يعني هي السلام، هي الحب، يعني بعيدا عن كل شيء، لا طائفة لا هاي، ما عندنا موسيقى شيء يجمعنا بالحب، سلم واحد سكيل واحد يجمعنا كلنا، كل عازفين متدسمين سكيل واحد، مع انه اكثر من آلة، اكثر من شخصية، اكثر من قومية، اكثر من شيء دا يعزف. بالعراق احنا مهمومين اكثر، فاحنا نحاول ان نفرحهم ونريحهم بالموسيقى، فنحن من نقدم شيء عرض لهم نشوفه فرحان احنا ما نفرح. ولم يقتصر الانضمام على العنصر الشبابي، إنما شمل مختلف الأعمار، خصوصا لمن لم تنصفهم الفرص بتطوير إمكاناتهم وتجاوز أزماتهم، ووجدوا في الموسيقى جسرا يعبر جميع الحواجز المسببة للأزمات النفسية ويردم الفجوة الثقافية التي سببها عدم الاستقرار السياسي. احنا بصراحة تعبنا كعراقيين، نحب نغير فد شيء نحو الأفضل، وأعتقد الموسيقى هي فد جزء من هالتغيير اللي ممكن واحد يمارس. حاول يحتضن العازفين والموسيقيين اللي ما لقوا فرصة إنه يندمجوا مع المجتمع وأن يقدموا فد شيء يعبر به فعلا عن إنه هذا موسيقي. كما وأكد القائمون تخرج 43 شخصاً من المركز والتوجه لتوسيع قاعدة العمل لتشمل أقساماً جديدة تعالج المشاركين بالمركز من خلال الموسيقى والحركات التعبيرية والرقص والطب النفسي الحديث، خصوصاً العنصر النسوي. استبرق حسن، الحرة، بغداد.